لمحمد. قال العباس: نعم يا أبا سفيان. هل هذه نيران معسكركم؟ يقول العباس: نعم يا أبا سفيان. والعهد الذي بيننا وبين محمد؟ يقول العباس: لقد نقضتم العهد وخنتم عهد الله ورسوله، ولن تؤتمنوا بعد اليوم على مكة وبها الكعبة المشرفة، والله إن رسول الله أحق بها منكم. والله إنا لهالكون. قال العباس: ما زال أمامكم فرصة يا أبا سفيان، أسلم بين يدي رسول الله تسلم. وهل تأمننا لدى محمد؟ قال العباس: أجيرك عند رسول الله، فاركب خلفي هذه البغلة حتى أذهب بك إلى رسول الله فأستأمنه لك.